الكتاب الحب تبقى تبوريش هذا ويلي 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 أرود عتيق عنيت معكم الكوبل ديال مدينة الرباط أمينة ومريم. مع الوقت ويتفاجئني ويجي منا واحد مبادرة قالت لي رابط نصارحك بشي حاجة بين نقول لك شي حاجة لا مرحبا ماشي مشكل في الأخر أنا اللي اعترفت لي بالحب ديالي لا ورادي شي حاجة زوينة جات من عندك بالعكس شي حاجة اللي ما عمرني وقعت لي في حياتي وجات من عندك انتي لا بالعكس مرحبا ومن تما بدات علاقة ديالنا مريم هي زوينة ولكن بعض المرات كتشد لكس مثلا في شي حوايج تقدر تغير بالحكم كان بغيه وما كان بغيش يمشي يخرج مع صحابه ولا يشوفه مشي حد ولا شي حاجة داكشي علاش منهم كان بحكم الظروف اللي جمعت مع رحمة في الخدمة اول مره شفتها قلت هذه هي البنت قلت هذه هي البنت اللي غنكمل معها حياتي ان شاء الله بحكم انني بنت العربيه من نواحي القنيطره انا مشيت للقنيطره على اساس باش نخدم يعني الهدف ديالي كان عندي هو الخدمه ثم تلاقيت عماد ويعني المهم رجلت لي رتاد في هذيك القنيطره بقيت ساكن فيها عماد عزيز عليه الماكله بزاف هذه بلا ما ندويو عليها انا عزيز عليه الماكله اي حاجه كناكلها اما الطواجن في اختصاصي الطواجن والعواصر نهار بغيت نخطب سكينه ما بغيتش نمشي بغيت نصيفط عمو انا الوالد والوالي صافي سيروا انتوما خلوني انا باش نمشي نهار كانت بغا يجي السي محمد يخطبني كان متخوف انه يجي لدارنا اختار باش يصيفط غير عائلته وانا نتصل بيه قلت ليه لا راه ضروري خاصك تجيب بحكم الظروف اللي كانت عايشه السكينه خصوصا في الصور ديالي انها كانت شويه بعيده على الاب ديالها صراحه عندي واحد المسؤوليه صعيبه انني نعوض ليها داك الحنان وبزاف ديال الحوايج لان بلاصه الاب ما يعوضها حتى واحد علاش اللي يكون راجلي وفي نفس الوقت يعوضني على الغياب ديال الاب ديالي بحكم ان الريلاسيون ديالنا كانت ريلاسيون ا ديستانس ما كانش عندي الثقه 100% فيه ديكو كنت كنشك زعما حيت عنده صحابو فيهم البنات بزاف وكانوا ديما خارجين هذا عنده عيد ميلاد هذا عنده ما عرفت شنو هذا عنده هذا هذا عنده هذا وانا كنت كنغير بزاف وكنبقى نصوني عليه ابيل فيديو ماشي ابيل عادي ابيل فيديو مثلا بعد ما تنكون مبرزات ولا هذا تنقطع عليه تقول لي لا جاوب لي ابيل فيديو الحاجه اللي ما كتعجبنيش في السيما هو انه مروب من الطراز الرافع وكيخلي كلشي حتى للدقيقه 90 فاش كنا جايين لا العروسه الليله بليلتها واحد نايت يجمع انا سيمانه ولا ما عرفت جوج سيمانات وانا كنوجد واحد نايت كيجمع ليا في الحوايج تما دوك الحوايج باقي غنلبسهم علاش غنوجدهم من دابا لا نوجي ما دابا حوايجك حيدهم باش نبقاو مرتاحين من الحوايج اللي عجبوني في كنزه يعني الشكل انا عجبتني سي نورمال ولكن من الحوايج اللي بالاخص اللي جروني ليها يعني باقا صغيره صفحه بيضاء كاركتير ديالها يعني بيبي عنده 20 عام النقطه اخرى اللي عجبتني يعني العلاقه مع الام ديالها يعني هي صاحبتها هي كل شيء يعني العلاقه كبيره بين امها انا اصلا ما عزيز عليا وما كنتفارقش انا وياه حيت اول مره تفارقنا داك الشيء علاش انا ما عنديش بابا ميت وعندي غير ماما فهمتي والله الا جاتني غريبه خلاص لي مش حيده لي التليفون صافي تقطعت سناء ضحات معايا واحد التضحيه كبيره بزاف لواحد الدرجه اللي خلات العلاقه ديالنا يعني تطور وتم بالزواج اللي هي كانت سلفتني واحد المقدار كبير وانا في امس الحاجه ليه فقررت انني نعاونه بداك الشيء اللي عندي والحمد لله يعني عوضني الحمد لله وكان كيستاهل ديك الثقه اللي ثقت فيه وعطيته واحد الفلوس اللي كان واحد اخر كان يقدر يديهم وما يعقلش عليا الحاجة اللي كتخليني نقرع على سناء بزاف وهي الفياق معطل وانا نعاسة صراحة وهو ما كتعجبوش هاد القضية الظرف اللي توفى الوالد جاني فواحد الظرف هي صعيبة بزاف لحيتاش كنت باقي عاد كنكور راسي كنت كنقرا في سيزيام اني ومعا كنت انا هو الكبير الدار يعني ملي توفى الوالد صافي قطعت على الدراسة الظروف حتمت علينا هادشي هذا حتمت عليه باش هو يمشي يخدم وهو باقي فواحد السن صغير ميمه كنت كتسهر معايا كما انا كنسهر مع با كنت كتوقف معايا كما انا كنوقف مع با نقدر ما نهضرش معاها
عرفاني مع با ما عندهاش مشكل وانا باقي صغير هي باقا صغيره ما عمرنا فكرنا نتخلف على بعضياتنا. ومن ديك الوقت محسن كل شيء في حياتي كنتقاسمو انا هو الحلوه والمره